استفسارات كتيرة ومختلفة من بعد الإعلان عن مسابقة 30,000 معلم بخصوص مصير الناس اللي قدمت وما حالفهاش الحظ في الاختيار، وده اللي وضحه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ خلال الساعات اللي فاتت. طب يا ترى إيه هي إجراءات التظلم من المسابقة، وإيه اللي قاله رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بخصوص التقديم من تاني، وإزاي الناس تقدر تقدم؟ أنا ماريا مجدي، وكل ده هنعرفه في الفيديو اللي جاي. الناس اللي قدمت في مسابقة 30,000 معلم وما تمش اختيارها عندهم فرصة يقدموا تاني ويتم قبولهم. ده الكلام اللي قاله الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اللي قال إن عددهم حوالي 9,453 شاب وفتاة وفي إمكانهم عمل تظلمات فيها. وأعلن كمان من خلال تصريحات ليه عن إجراء الجهاز لمسابقة تانية تكميلية لشغل 3,196 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال في 14 محافظة، ودي الوظائف اللي ما تمش استكمالها في المسابقة اللي تم إعلان نتيجتها الأربع اللي فات. صالح الشيخ قال إنه هيتم فتح باب التقديم نهاية الأسبوع اللي جاي، مشيرا إلى إن ال 14 محافظة اللي تم الاحتياج لمعلمين فيها منها 6 محافظات ما وصلش عدد اللي قدموا فيها للعدد المطلوب من الوظائف، وتمام محافظات ما وصلش عدد اللي عملوا الاختبار الإلكتروني من اللي اتطبق عليهم الشروط لعدد الوظائف المطلوبة فيها برضو. رئيس جهاز التنظيم والإدارة قال كمان إن أي حد ما وفقش في الاختبار الإلكتروني لازم يقدم تظلم على بوابة الوظائف الحكومية بداية من الخميس 6 أكتوبر اللي هو النهاردة. رئيس جهاز التنظيم والإدارة قال كمان إن أي حد ما وفقش في الاختبار الإلكتروني لازم يقدم تظلم على بوابة الوظائف الحكومية بداية من الخميس 6 أكتوبر والحد يوم 20 من نفس الشهر، مشيرا إلى إن للأسف لما تم فحص الجهاز لأوراق اللي قدموا في المسابقة للتأكد يعني من الشروط، تم اكتشاف قيام المتقدمين بالاعتماد على عمال الإنترنت أو السايبر في التقديم بدل منهم، فكانت النتيجة إن التقديم غير كامل وفي حاجات كتيرة ناقصة ومستندات غير كاملة، علشان كده تم استبعادهم. رئيس جهاز التنظيم والإدارة قال إن في أسباب كتيرة للاستبعاد، منها عدم انطباق المؤهل للوظيفة ونقص مستندات مرفقة غير مطابقة للإعلان، بالإضافة لتقدير المؤهل لعدد كبير منهم كان غير مناسب، ده غير عدم مطابقة الرقم القومي المسجل مع صورة البطاقة المرفقة، بجانب عدم مطابقة محل الإقامة المثبت بالبطاقة مع المحافظة اللي قدم فيها. وعن الناس اللي قالت إنهم عارفين مين هيتم اختياره ومين هيتم استبعاده من خلال معلومات من داخل الجهاز، قال الدكتور صالح الشيخ إن دي مجرد ادعاءات غير صحيحة، وإن الآلية الوحيدة للإعلان عن أي أخبار تتعلق بالمسابقات اللي بتتم بمعرفة الجهاز هو بيان إعلامي رسمي صادر من الجهاز فقط لا غير، وينشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، وده وفقا للإجراءات القانونية المقررة. الدكتور صالح الشيخ قال برضو ان نتيجة الاختبار الالكتروني يمكن لكل اللي قدموا انهم يستعلموا عن نتيجتهم، وكل ده على موقع jobs.ceo.slash/a.gov.eg. كان قدم في المسابقة 45,666 شاب وفتاة انطبقت الشروط على 36,215 منهم، واللي حضر الامتحان الإلكتروني كان 34,840 متقدم بنسبة 96.2%، إنما اللي نجح في الاختبار الإلكتروني كانوا حوالي 11,990 متقدم من 27 محافظة.